الموجود في أمريكا والتلاميذ. دفاعا عن لبنان وجيشه ومقاومته وحفظا للسيادة والكرامة الوطنية، أقام لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللقاء التضامن الوطني في فندق الكومودور في الحمرة. وقد شارك في اللقاء حشد من الشخصيات وقادة الأحزاب والقوى الوطنية، شددوا في كلماتهم على أهمية تحصين لبنان في مواجهة الخطر الصهيوني والخطر الإرهابي. وكان لأمين عام التنظيم الشعب الناصري الدكتور أسامة سعد كلمة في اللقاء أكد فيها على أهمية المقاومة في مواجهة الإرهاب الصهيوني والإرهاب الظلامي. الشعب اللبناني أطلق المقاومة، أطلق المقاومة الوطنية اللبنانية وأطلق المقاومة الإسلامية في مواجهة الاحتلال، في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان. وهذا حق وأفواج المقاومة الوطنية. أطلق هذه المقاومات من أجل إزالة الاحتلال، من أجل مواجهة الأطماع والتهديدات، ولا زال الشعب اللبناني متمسك بمقاومته، وهذا حقه الطبيعي والشرعي. وأيضا نحن نقول لكل هذه المنظومة الإمبريالية الأمريكية الصهيونية الرجعية العربية وتوابعها أن ليس فقط الشعب اللبناني سيطلق مقاومات، بل كل هذه الشعوب العربية ستطلق مقاومات في مواجهة الإرهاب الصهيوني وفي مواجهة الإرهاب الظلامي. فتحية لهذه المقاومة في لبنان، في فلسطين، وفي كل مكان، وشكرا لكم.